فيه نقطة أود أن أثيرها، أنه ارتأت اللجنة الأولمبية برئاسة السيد عبد الرحمن حماد بطل الأولمبي وزير الشباب والرياضة، أنه تكون دعوة مفتوحة لكل الأبطال الأولمبيين من أجل الحضور إلى الألعاب، وأنهم يكونوا مصدر إلهام للأبطال تاعنا. تعرفوا معنى أنه بطل أولمبي، نتكلموا على نور الدين مرسلي، يمد كلمة تحفيزية للبطل جمال سجاتي أو مولى سليمان. نعرفوا بلي هذه الجزئية مهمة جدا على في هذا المستوى، لذلك تم التواصل مع كل الأبطال الأولمبيين. عندنا 9 أبطال إلا اللي تعذر الحضور تاعهم على غرار الملاكم موسى اللي نتمنوا له الشفاء العاجل، إنما كل الأبطال إن شاء الله سوف يكون حاضرون، سواء أبطال ألعاب القوى، سواء عمار بن يخلف سوريا حداد، كذلك كل الأبطال اللي تكلمنا عليهم سواء مخلوفي سواء نور الدين مرسلي بني دمراح أبطال الملاكمة علالو إلى آخره. لهذا أنا حقيقة أحيي هؤلاء الأبطال على ردهم الإيجابي، واللجنة الأولمبية وضعت كل الأمور وهيئت كل الظروف من أجل استقبالهم في باريس وتسهيل تواجدهم هناك من أجل تحفيز ودعم أبطالنا.